أفغانستان بلد ما بنعرف عنه إلا الحرب والمشاكل. قالوا لي إذا بتيجي هون لحالك بدون قائد بدون مساعدة رح يكون الوضع عليك صعب، ممكن يكون خطر، لكن اجيت أتأكد لكم من الموضوع. فخلينا نشوف كيف رح تكون تجربتي في أفغانستان بدون دليل. In Afghanistan. في أفغانستان. أفغانستان. أفغانستان بلد سمعته مخيفة ومجهول بالنسبة لكتير ناس، حتى أمي. قاسم من شان الله. قلت لك ما بدي هاي البلاد، خلص خليها لبعدين. مرت عليه إمبراطوريات عظيمة، ولكن أغلبها ما قدرت تسيطر عليهم، ولذلك بسموا أفغانستان مقبرة الإمبراطوريات. حتى ابن بطوطة لما راح كابول وصفهم كالتالي: طائفة من الأعاجم يقال لهم الأفغان، شوكتهم قوية وأكثرهم قطاع الطريق، واليوم بحكمها جماعة اسمهم طالبان، تأسسوا سنة 1994 أثناء حرب أهلية أفغانية بعد هرب السوفييت منها، وبدأ حكمهم سنة 1996، انتهى حكمهم مع الاجتياح الأمريكي لأفغانستان بعد أحداث 11 سبتمبر، ولكنهم استعادوا الحكم ورجعوها إمارة إسلامية تحكمها الشريعة سنة 2021 بعد ما انسحبت القوات الأمريكية من أفغانستان. كلنا شاهدنا طيارات أمريكا وهي بتهرب من أفغانستان خلال الفترة الماضية، والناس اللي بركضوا وراها كان مشهد عجيب. هداك المشهد خلى عندي فضول، بعد ما مسكوا هلأ طالبان أفغانستان عندي فضول إني أروح وأشوف كيف الحياة عندهم. فحجزت على باكستان، طلعت الفيزا مبارح بيوم واحد، والله طلعت سهلة أمورها. السلام عليكم. وعليكم السلام. حيا السلام. وطلعت من إسلام أباد، هلأ أنا في بيشاور، المدينة تقريباً على الحدود مع أفغانستان، وبدي أروح على كابول. دعواتكم. صديقي عبد الباسط، السلام عليكم. السلام. تعرفت عليه في المحطة تبعت الباص في إسلام أباد، ومن وقتها قال لي مشتاركك مكمل معي، شكله بده يوصلني على كابول، والله ما أنا عارف. وحتى هلأ أكلنا ما رضي يخليني أدفع. Listen bro. Yes. You are a combined taxi. Yes, combined taxi. Then you are late. I'll give him 4,000 direct Torfan. 4,000. Yes, direct Badr. Okay. Then you don't cross or you are late, very late. Yes. 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 Okay. Very good. Ready? Yes. Salam. Walaikum salam. 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 عسل يا أخي الناس. He telling me I hope he's by hand send drop here then Afghanistan. يا حبيبي كيف دخلنا هذا؟ هلا بس انتبهت ان كنا داخلين بشارع رئيسي عكس السير. هلا فهمت انه سايق التاكسي بده ياخذني على الحدود. انا كنت مفكر بده ياخذني عند التكاسي اللي بتاخذ على الحدود. والله انا زي الاطرش بالزفه طالع، وين ما تاخذني الدنيا بروح. شوف الزهره. Nice meeting you. Thank you very much. What's up? Yes, what's up? السلام عليكم. الوقت اللي عم بصور فيه الفيديو هلأ القصف قائم على غزة، بس المهم لما تشوفوا هالفيديو لا تخلوا فلسطين من دعواتكم، الله يحررها. Afghanistan is safe? Yes, now safe. Now Afghanistan is more safe than Pakistan? Oh, والله هاد تصريح خطير. This is nice mosque. هذه اللي أمامنا، هذا باب خيبر، هذا الباب له تاريخ عظيم. باب خيبر، آخر مرة كنت هون عند خيبر باس قبل 3 سنين، وقفوني الشرطة الباكستانية قالوا لي ممنوع تروح أبعد من هيك إلا إذا عندك فيزا لأفغانستان أو عندك تصريح. اليوم مفتوح، شايفين فيش ولا إشي، عادي بنقدر ندخل. قريبين هون على الحدود الأفغانية. هذا الجسر عمره 300 سنة،
بس منظر الجبال هلا واحنا داخلين على الخيبر باس اشي حلو. بين افغانستان وباكستان في سلسلة جبال ما بتقدر تعديها الا انك تمر من خلال ممر اسمه خيبر باس. هذا الممر مروا منه كتير ناس على مر التاريخ، مر منه جنكيز خان، مروا منه المغول، مروا منه اليو ان والناتو عشان يوصلوا المساعدات والامدادات في افغانستان لما كانت القوات الامريكية موجودة هناك. شوي عدت على خير. فحتى بالستينات والسبعينات كان في اشي اسمه الهيبي تريل، كان طريق سفر بيطلعوا فيه كتير هيبيز من اوروبا باتجاه كتمندو في نيبال. فاحد المحطات المهمة في هذاك الطريق كانوا يمروا من الخيبر باس ويتصوروا هون. بس اتوقع فهمتوا علي كيف هذا الممر مهم. وللأمانة أهم سبب خلاني أطلع من الحدود البرية بدل ما أحجز طيارة يا زلمة عم بصور إنه خيبر. They are fighting فالسبب الرئيسي اللي خلاني أجي من حدود البر إني بدي أجرب أشوف الخيبر باس لأنه محطة تاريخية مهمة. It's beautiful. فهذا هو معبر خيبر. صراحة العبور من هاي الحدود حلم بتحقق. اوف يا سلام شوفوا الجسر، هاي الجسور. السلام عليكم. هاي الجسور اللي عم بنمر منها جزء من سكة خيبر الحديدية اللي حاليا بطل لها وجود، وقفوا القطار بالكامل. مبنية من 300 سنة لكن القطار توقف، حتى في أنفاق عظيمة مبنية داخل الجبال بس للأسف بعد الحرب وقفوا هاي السكك بالكامل. وقفونا الشرطة وكأنه ممنوع أوصل للحدود. السلام عليكم. السلام عليكم. Nice to meet you. هاي المنطقة اللي دخلناها بدها تصريح الواضح بس كأنه شكله حيخلوني أوصل للحدود. باقي شوي وبنوصل للحدود. أتوقع وصلنا، يعني باقي 10 دقائق. يا رب إني ألحق لأنه مش جاي عبالي أبات الليلة في باكستان. We arrive brother. Yes yes. رسميا دخلت افغانستان بلد 83. بدي ابدل عمله واطلع على كابول. عربي عربي. السلام عليكم. باي 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 باي. حدود كلها محلات صرافه، بس محلات صرافه، محلات بيع. انا مش عارف شو هاد، شكلها محلات أكل. أهلا فيكم في كابول عاصمة أفغانستان. إلي تقريبا هون 10 أيام لكن ما عملت ولا إشي بسبب الأحداث اللي عم بتصير في فلسطين. بس حرفيا طلعت التصاريح اللازماني عشان السفر واشتريت لبس أفغاني، وأخيرا اليوم قررت إنه خلص بدي أنزل شوي أستكشف المدينة. هاي كابول. أنا هلأ على سطح الفندق، بدنا ننزل نشوف شو عمل سنتين من حكم طالبان في هاي المدينة العظيمة اللي مر عليها إمبراطوريات وممالك. هنحكي أكتر بالتاريخ اليوم، بس طلعوا عليها من فوق، ركزوا منيح عشان جهزوا حالكم لرحلة في كابول العاصمة. هيا بنا. الله حيو. هياك هياك ما شاء الله. لبس العافية. عنابي صديق أفغاني لكن عاش أغلب حياته في السعودية، فعشان هيك بحكي عربي. خلينا نشوف كيف الوضع. يلا شوف الشاورما. السلام عليكم. بخير تبيتنا خدي. بخير الحمد لله. سيخ الشاورما. السلام عليكم. عليكم السلام. يا سلام. آيس كريم يدوي حليب طازة. أوه هذا لسه عم بصنع فيه. أي شيريخ
شرياخ اسمها؟ هذا شرياخ ايوه هذا هو. شوف الحليب يحطوا الاملاح مع الثلج فهيك بس وبستنوه يتجمد. يتجمد ايوه يلعبوا يهزوه لين يتجمد. بصنعوا الايس كريم، احنا الدنيا لسه صبح وبالشين الناس هلا عم بجهزوا لليوم. هاي المنطقة اللي بدأنا فيها الفندق تبعي فيها اسمها شهر ناو، اللي هي تقريبا جاي وسط المدينة بالضبط، وفيها أغلب الأماكن المهمة يعني للسياح، المطاعم، الكافيهات، الحياة الشعبية. دخلت هلا في شارع بسموه فلاور ستريت، شارع الورود. هلا بتشوف السبب، بس حبيت أول ما دخلت المطاعم الموجودة هون ريحتها مشهية. السلام. You're good. الحمد لله. صراحة الريحة بتشهي، بدي أتغدى كباب اليوم. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. كيف حالك؟ الحمد لله. تتكلم عربي؟ عربي؟ لا. أوكي. فهذا الشارع اسمه فلاور ستريت لأنه كلياته محلات ورود. أحلى. شوفوا معي. فشايفين هذا محل ورد. هناك في محلات ورد. على الأغلب ما في عمركم شفتوا محل فيه محلات ورود هالقد. هذا البزر. السلام عليكم. اللي عنده عرس يا شباب بده يزين سيارته يجي هون. هاي السيارة اللي هون لواحد الليلة عرسه، شكله ريته ألف مبارك. هاي هاو ار يو. السلام عليكم. هاو ار يو. سميت ني؟ لقيت محل ببيع سميت كأني في اسطنبول. بندورة عنده تصريف على كم؟ 74.5. 74.5 100 دولار. يقول لك هذا فيه له ختم ما عجبته ال 100 دولار. يقول يفرق 50 افغاني على الختم هذا بس. ايه هذا ختم تأكيد انها حقيقية. تمام لقينا واحدة مش مطبوعة. هون وين ما تمشي في الشوارع بتلاقي هدول الناس صرافين، ما في أكثر منهم، بيكونوا حاطين قدامهم فلوس في جميع العملات وبيصرفوا لك فلوس. صار معنا فلوس أخيرا. هذا إيش بعمل؟ بوب كورن؟ ذرة. بعمل الذرة جوا. ها شوفوا يا جماعة هون كيف بعمل الذرة، بحطوها جوا أملاح وبيصيروا يقلبوها على الصاجة لحد ما تطلع عنا الذرة المشوية. هذا الشارع اللي أنا هلأ فيه اسمه تشيكن ستريت. في ستينات وسبعينات القرن الماضي، القرن العشرين، كان في طريق سفر للأوروبيين ييجوا من أوروبا باتجاه نيبال اسمه هيبي تريل. كتب عنه باولو كويلو كتاب اسمه هيبي، كتاب حلو اقرأوه. فهذا الطريق كان يمر من كابول، فكانت واحدة من أهم المدن اللي كانوا يمروا فيها السياح كابول، والمكان اللي كانوا ينزلوا فيه بالعادة هو هذا الشارع. في هذيك الأيام كان يعتبر أحد الأفخاخ تبعت السياح، اللي ينتصب عليهم فيها، اللي ينزلوا بالفنادق فيها، اللي يلاقوا فيها السوفينيرز. لكن طبعا بعد الأحداث اللي مرت على أفغانستان وكل هالحكي اختلف الموضوع. اليوم ما في سياح هون. في تقريبا الستينات والسبعينات مدينة كابول كانت تسمى باريس وسط آسيا. اليوم بس تسمع كابول ولا أفغانستان ما بتفكر إلا بالحرب، بالتفجير. الحمد لله، كيف حالك؟ الحمد لله. تتكلم عربي؟ ما عربي. انجليش؟ يس ليتل. ريلي؟ تي. ثانك يو. ثانك يو فيري ماتش. ويلكم تو افغانستان. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. فاليوم الناس هون لما يشوفوا سياح عن جد بنبسطوا، لانه بحسوا انه الايام الماضيه ايام الحرب عدت، وهيك بيستبشروا بوجود السياح. في افغانستان عندهم شو؟ عندهم خبز التميس. يمكن البعض بيعرفه من السعوديه، لكن حسب ما فهمت اصله من هون. فهيك بيكون قاعد البائع، وجوا بيعملوه تحت هون في التنور. شايفين؟ السلام عليكم. كل مكان بدخل عليه بيعزموني على شاي. الله.
هذا شكله محل بيع الخردة. Good. السلام عليكم. How are you? يا جماعة ماشي بلاقي واحد بعصر تفاح. أول مرة بشوف حدا ببيع تفاح طازة بالشارع. الله. طازة. عصير تفاح أفغاني فريش. فريش. من الشارع. حلال؟ حلال. بالعافية علينا وعليكم. اوه فهلا هذه بكم سعرها؟ بعشرة. عشرة. عشرة افغاني. و يعني بالريال السعودي نص ريال. يعني عشر سنتات. هاي الكاسة نفسها بتشربها في المطاعم بثلاث اربعة دولار. بالشارع هون تشربها بعشرة سنت. هون قطع الشارع عندهم زي فيتنام. سكر عينيك واقطع. كمية الأشياء اللي بتنباع بالشارع صعب أحطها كلها بالفيديو، بس لقيت كتير من هاي المحلات اللي بيبيعوا المكسرات المحمصة. كيف بالله؟ انطباع الأول عن مدينة كابول، خصوصا هلا لما نزلت السوق، كمية الفوضى جميلة، تحسسك بالحياة. كمية الشغلات اللي بتنباع، ما بحياتي شفت كمية أشياء هالقد في مكان واحد. الأكلات والمكسرات والملابس والكنادر. هاي المنطقة اللي وراي كلها مكسرات فقط. لسبب ما مشهور كتير عندهم التين المجفف. شايفين هذا التين؟ هذا تين ببيعوه هيك، بيكون محطوط في حبال وبتشتري. كابول وأفغانستان لو اجيتهم بشكل عام قبل 3 سنين 4 سنين يمكن ما كانت أمان، لكن اليوم بعد ما مسكوا طالبان، واحدة من أهم الإيجابيات اللي صارت إنه سيطروا كثير منيح على البلد من ناحية أمان، بطل في جرائم، حتى خف استخدام المخدرات، وهذا الإشي يعني يحسب لإلهم. هذا السوق جنون جنون. اي شيء بالك تختار بالك تحصل هنا في هذا السوق مش طبيعي. كل شيء موجود، كل شيء موجود، اي شيء يجي في بالك تحصل في هذا السوق. سوق مشهور في كابول. مشهور. مندي. تحكي عربي؟ نعم. السلام عليكم. طيبين. حياك حياك. من اين انت؟ من فلسطين. فلسطين يا أهلين وسهلين. فين وصلنا يا ساتر؟ هيا بنا. نحن جماعة النهوة الصعاب. الله ينصركم على عدوكم. شكرا. عدونا وعدو الإسلام. بارك الله فيك، بارك الله فيك. سياحة. ليش مستغرب؟ لا لا مستغرب. أفغانستان دائم في حرب، ما نشوف السياح سياحين ما من زمن زاهر شاه. أول كان في وقت زاهر شاه كثير سياحين، كان في أيام زاهر شاه. أيوة. كيف اختلف الوضع بين هذاك اليوم واليوم؟ والله أنا كمان كنت صغير، لكن يعني لما أقرأ في كتب يعني كان في سياحين كثير من كل الدول، من ألمانيا. يا جماعة أنا هلأ في سوق الطيور، من أعجب الأماكن في كابول. مش طبيعي الصوت لحاله وانت بتمشي هون، عجيب. بدي خليكم انتو تاخذوا لفة، يلا انجوي، اسمعوا بس الصوت. السلام عليكم. How are you?
شو هذا الطير؟ هذا كوك يربوه عندنا زي البغبغان، يهتمون زي البغبغان. يتكلم؟ يتكلم يصيح. السلام عليكم. لا ما يتكلم. السلام عليكم. شو رأيك بطالبان؟ ايش هذا كلب؟ مربيين كلب. حول العالم الناس عندهم هوايات زي لعب كرة القدم، المطالعة، القراءة، الشطرنج. في أفغانستان أحد هواياتهم المهمة جداً اللي بحبوها تربية الطيور، فعشان هيك بنشوف سوق طيور ما شفت أكبر منه بحياتي. How are you? You are Taliban? جايين هلا على سوق الأسلحة. شوفوا البواريد والمسدسات والكلاشينات، تشكيلة أسلحة رهيبة. هون مسموح الواحد يشتري أسلحة هيك عادي؟ عادي مسموح تشتري. أي واحد بده يشتري سلاح بيشتري؟ تشتري عادي ما في مشكلة. والله؟ إي والله عادي. أي شخص؟ أي شخص. أنا مسموح أشتري سلاح؟ اشتري مسموح. دحين نشوف هذا المحل. السلام عليكم. هاي السلام عليكم. الحمد لله بخير، كيف حالك؟ بخير الحمد لله. هذه الأسلحة أي شخص يستطيع يشتريها؟ أي شخص. يعني أنا هلا لو بدي أشتري سلاح مسموح؟ نعم. حتى والله شوف هذا، هاي البارودة من القرن السادس عشر يمكن، لسه بيستخدموها. من وين بيجيبوا الطلق؟ مخزنين عندهم. This افغاني weapon USA رشا تركيا باكستان تركيا. سلاح تركي سلاح تركي. شخصيا في حياتي ما شفت هاي الأسلحة إلا في ببجي، فاليوم لأول مرة بقابلها شخصياً. بلاك بول سلفادور أرمز. سلفادور. عمركم شفتوا كمية أسلحة هالدرجة هيك تنباع بالسوق؟ والطلق بالله. اسألوا كم أسعار ال قيمة تويشان شاندي أسفة قيمة تويشان من 200 دولار وانت طالع فوق لين 1500 دولار. نعم. قناص. يعطيكم العافية. Thank you. السلام عليكم. شاي بخرين. شكرا شكرا شكرا. أنا بحياتي ما شفت كمية أسلحة هالدرجة في مكان واحد. مع كثرة الأسلحة وسهولة الحصول عليها الواحد بيسأل حاله طب وين الأمان؟ يعني أي حدا ممكن يشتري سلاح وينتشر القتل. لكن فعليا من لما مسكوا طالبان المكان هون يعني صار في تخوف كبير، حتى العصابات اغلبها طلعت من افغانستان لدول تانية وهربوا، لانه هون على حكم الشريعة اي حدا بقتل بصير حكم القصاص. انفجارات بعد سيطرة الامارة الاسلامية ما عاد في انفجارات، مافيا ما عاد في مافيا، كلهم شردوا شردوا. في امن امان دحين الحمد لله 80% في امن امان، عشان الحرامية في الليل لا يطلع الحرامية يفشخون اغراضهم حوايجهم من باب الاحتياط. الاحتياط واجب. احتياط اشتري كلاشينكوف. احتياط واجب. خلينا هلا بدنا نطلع نشوف المدينة من مكان من فوق من تبة وزير أكبر خان. السلام عليكم. يا سلام، وصلنا على تبه وزير أكبر خان. هذا المكان تله مطلة على مدينة كابول بالكامل، ومعلين فيها علم طالبان. يا جماعة أي حدا عنده كلاشن، عنده سكين، عنده قنبلة،
عنده صاروخ لا يجي. لا يجي ممنوع. انت ببارك سافر دوجو بارك. ها؟ يجي صورني صورني خليني اطلع معك اوكي. عندك رسالة توصلها؟ الشباب جايين معنا. لا لا. عرفوا انه فلسطيني بيحكوا لي بالله كيف اجيت من فلسطين حابين نروح؟ بدهم يحاربوا. عندهم اسلحة عشان يقاتلوا؟ ليك اقدر روبوش هذا فلسطين دجوت ميرن ميجا. نعم نعم سيستني. ها؟ نعم برشبكن سيستا. نعم اه سيستا. اه نعم نعم. نعم. اوف. هذا جابوا فلسطين لهون. فلسطين. وبيخفلها فلسطين. اخوي فيش داعي تروح على فلسطين، فلسطين جاي لعندك. ميجا فلسطين بيشتغل شنو كريم فلسطين ميجا. نعم هذا وجه من جهاد بيكون جهاد. ياخذ التليفون امي بينام. يقول هذا نشوفه في الجوالات، يقول نحن نروح هناك نجاهد، نبغى نحرر فلسطين. المنظر الامامي هلا فيه كل كابل. كل شيء سمعناه عن كابل قرأناه في الكتب، مش عارف إذا هلأ مبين في الكاميرا لأنه كثير بعيد، في حوالينا مجموعة من طائرات الورقية حتى صراحة أنا مش شايفهم بس أكيد في. وهاي هي المدينة بالكامل. للأسف اليوم سمعتها في الأرض وقليل ما يجيها ناس، لكن هذا منظرها، منظر جميل. من سنة 73 لسنة 79 تقريبا كان في تأثير خفيف للاتحاد السوفيتي والفكر الشيوعي على أفغانستان، فبهذيك الأيام كان الاتحاد السوفيتي يعطي كتير هدايا يساعد يبني. واحدة من الشغلات اللي بناها في هذيك الأيام كان هذا المسبح. هذا المسبح تقريبا في كل حياته نادرا ما تعبى، لكن اللي مشهور عنه اللي الله أعلم صحيح ولا لا، انه طالبان اول ما مسكوا الحكم كانوا يعملوا على الرفاص تبعه هذا اللي ورانا عمليات الاعدام. الله اعلم صحيح ولا لا، بس هذا هو المسبح. غريب ليش مش مستخدم، ليش مش مستخدم؟ ما يستخدمون نادرا، حتى انا مستغرب هذا الشيء. ورانا علم طالبان، اكبر علم في عاصمة كابول. هذا العلم هو علم طالبان، للان مش معترف فيه دوليا كعلم لافغانستان. أفغانستان لسه نفس العلم القديم الأخضر والأسود والأحمر، لكن هون ما بتشوف هذاك العلم، نادر فقط هذا. امبارح كنت موجود في نفس هذا المكان، كانوا عاملين مظاهرات كتير كبيرة دعم لفلسطين، وأغلب الناس عم بيسجلوا أسماءهم إنه إذا صارت فرصة يروحوا للجهاد في فلسطين يقدروا يطلعوا. وقد ما هم متحمسين على تحرير فلسطين جابوا قبة الصخرة لعندهم. قبة الصخرة خلص تحررت. حرروها وجابوها. الموقف تبع أفغانستان بالكامل حتى قيادة طالبان عم بيحكوا إنه لو انفتح لنا طريق نوصل راح نروح ونقاتل. هذا الموجود يا رب، ربي يرزقنا الصلاة في مسجد الأقصى. يا جماعة سمعت عن زلمة عنده كاميرا عمرها يمكن 60-70 سنة موجود في هذا الحي، طلع تقريبا بعيد ثلث ساعة عن المدينة، وسط المدينة، فطالع أدور عليه على أمل أتصور صورة بكاميرته الأثرية. السلام عليكم. سلام عليكم. سلام. يا جماعة هاي الكاميرا. كاميرا خشبية قديمة. يقول 50 سنة أنا شاري الكاميرا هذا عندي. يقول كان عندي محل وانحرق علي المحل. لكن عمره أقدم من 50. خلينا نتصور أول. خلاص؟ ايه التجربة الأولى للصورة خربت مش عارف ليه. اوكي نجرب كمان صورة. اوكي طلعت صورتي تمام. فهاي عدسة شايفين يا جماعة، وهاي العدسة بتلم الضوء وبتجيبه على الورقة اللي بتكون محطوطة هون، فبيفتح العدسة لمدة 3-4 ثواني. أيوة بيفتح العدسة لمدة 3-4 ثواني، فالورقة اللي بتكون هون بتجمع الضوء، بتكون ورق من نوع خاص، بعدين بحطها جوا هاي السوائل اللي بعرفش صراحة كيف تشتغل بالضبط، بس بيطلع لنا صورة.
رحت معه على المحل تبعهم عشان يطبعوها وهاي النتيجة النهائية. هذول عياله. يا الله. شايفين هذا المبنى الموجود قدامنا؟ هذا يا جماعة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، موجودة في أفغانستان، مكتوب على الحيط أيتها المرأة المسلمة، إذا بدك تشوفي قيمتك الحقيقية غطي نفسك ولا تحطي مكياج وشغلات زي هيك. لهلا ما شفت لهم وجود في الشارع كتير، لكن على سبيل المثال لو شافوا شاب وبنت قاعدين في كافيه مع بعض رح يجوا ويتأكدوا إنهم بيقربوا لبعض أو متزوجين أو إشي غير هيك، بتاخذوا للتحقيق. وين ما تمشي بتشوف مع الجيش السيارات الأمريكية، لما طلعوا الأمريكان تركوا كل إشي وراهم، زي ما شايفين هذيك السيارة سيارة أمريكية أخذوها هون الجيش من ما تبقى من الشغلات الأمريكية. السلام عليكم. تضرب ماشي خلا. أخيراً بعد البحث لقيت المنطقة اللي اسمها مراد خانة. السلام عليكم. مراد خانة هذا اللي أنا فيه هو حي تم تأسيسه تقريباً في القرن 18، كان في ملك اسمه أحمد شاه دوراني أعطى هذه المنطقة لإثنية اسمهم القزلباش، وهاي الإثنية بنت الحي بالكامل بطريقة معمارية مميزة. فبالقرن 18 والتاسع عشر ازدهر هذا الحي، كان عليه زيارة كبيرة، كان في عليه اهتمام كبير، الأسلوب المعماري وطريقة البناء وجماله أعطاه أهمية كتير كبيرة. لكن طبعاً لما بلشت الحرب على أفغانستان والمشاكل في أفغانستان للأسف جزء كبير منه تدمر. شوفوا عنا الأبواب والجدران والشبابيك، الواضح أنه كله كان مبني من الطين والقش، والأبواب من الخشب والشبابيك بأسلوب معماري مميز. يعني وانا هون لهلأ حاس حالي في منطقة ومدينة تانية من كابول، كأني دخلت في مدينة قديمة هاي من اللي بنشوفهم في عمان ولا الإمارات. طب طلع انه هون ممنوع التصوير، شافني زلمة قال لي ممنوع، بس لما عرف قلت له انا من فلسطين فقال لي عشانك فلسطيني بس مسموح. So only because I'm Palestinian it's okay. Yeah yeah. Thank you very much. Our brother Muslim brother. فبدو ياخدني عند ابوه، ابوه هو مختار الحارة عشان ناخد الاذن الرسمي. لقيت حالي في بيت المختار تبع الحارة وتعرفت على الناس الموجودة هون، سألتهم عن إثنية القزلباش اللي هم عايشين في هاي الحارة، حكولي إنه أصلهم من تركيا وإيران، لكن بسبب الحروب ما فهمت أي حرب بالضبط اللي صارت قبل 260 سنة طلعوا من هذيك المناطق وإجوا على أفغانستان، بداية على قندهار وبعدين إجوا على كابول. سوري. No no it's okay. No no بخور. No. It's okay it's okay. ما رضي يخلوني أطلع إلا لما أكل. This is what is falafel? It's called chabi kebab. آه. Chabi kebab. It's meat. Yes meat yes. Okay نوع من أنواع الكباب ما بعرف شو بالضبط. نقول بسم الله. كنت عم بدور على مكان أفطر فيه، لقيت حالي بفطر مع مختار الحارة. يلا كويس. شايفين هذا المكان اللي وراي؟ هذا كان أحد المقاهي أو فعلياً المشاوي، إنه بيشربوا فيه شاي مش قهوة. بعده فيه الختايرة. حلو صراحة. المسجد اللي شايفينه وراي هناك هداك هو الضريح حسب ما بيحكوا لعبد الفضل ابن عباس. هاي المنطقة بشكل عام كلياتها منطقة شيعية، فبالتالي عاملين له ضريح وبيجوا الناس يتباركوا في هذا المسجد، لكن التصوير جوا ممنوع لأنه صار في هجمات للأسف على المنطقة. تحديدا بعد ما سألت اكتشفت أنه كان في داعش هم اللي يجوا يعملوا تفجيرات في المنطقة للأسف. $200.
اوكي سخي شاه مردان ياس مسجد. يا الله. السلام عليكم. انتبه اذا مدعست. ما شاء الله الجبال في مدينة كابول كأنها رسمة، سبحان الله كيف البيوت جاي كلها فوق بعض بالجبل وملونة بشكل جميل جدا. مش عارف قديه مبين هو بالكاميرا بس بالعين المجردة عن جد منظر حلو. في مسجد هون اسمه زيارة سخي شاه مردان، شكله حلو، قلت بدي اروح اشوفه. Thank you. 200. السلام عليكم. يا الله. هير ليه يعني؟ بقول لك قد ما جاه مظهر العجائب حضرة علي بن أبي طالب عليه السلام. مش عارف شو اللي عم بصير، أخذوني عند الأمن. لطفين عم بيحكوا لي بتقدر ولا بتقدرش تصور، انا مش فاهم بس عم بصور بجميع الاحوال. ولا بالذات بيصير صح بالذات شي لكان بزنين هي سايز. في شاب بيحكي انجليزي بده ياخذ صوره معي ومش اي صوره، راح على واحد من اللي بيصوروا بالكاميرا وبتدفع لهم عشان يجيبه ويتصور معي. لهالدرجه يعني مبسوط انه شايف سائح في افغانستان، قليل ما يكون في ناس. سلام. Afghanistan, Zindabad! Perhaps you know his name. His name is Imam Mahdi. Yes. Perhaps all the Sunnis believe that he's coming. Inshallah, well, when will he come? Inshallah, we will take the independence of Palestine. Inshallah. Praying again. Welcome to Afghanistan. Thank you very much. Nice to meet you. Would you like to take a picture? Thank you. Welcome. وصلت على هذا المسجد اللي اسمه سخي شراين، ضريح سخي. والسبب انه مهم جدا وخصوصا للشيعة الموجودين هون انه في هذا المكان وضع رداء الرسول عليه الصلاة والسلام حسب ما بيحكوا اثناء ما كانوا ياخذوه باتجاه مدينة قندهار، المدينة اللي هو هلأ موجود فيها الرداء. فعملوا بهذا المكان ضريح، ويقال انه سيدنا علي رضي الله عنه هو اللي كان حامل رداء الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ماشي في المنطقة ونزل في هذا المكان تحديدا. فبالتالي المكان صار مزار مهم جدا خصوصا للي هم شيعة الهزارة، احد اقليات الشيعة الموجودة هون. حنشوف اكثر منهم بكرة في مدينة باميان. المكان عمارته فارسية، العمارة الفارسية معروفة بالسيراميك الأزرق المزركش، المكتوب عليه كتابات جميلة على جميع أنحاء المسجد زي ما شايفين فوق، مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله علي لا سي، مش عارف أقرأها. مكتوب هون علي عليه السلام لا سيف إلا ذو الفقار. ذو الفقار هو اسم سيف سيدنا علي رضي الله عنه، كان السيف على هذا الشكل، كان له رأسين زي ما شايفين عاملين هون تمثال على شكل السيف ذو الفقار. هلا صار موقف غريب جدا، كنت عم بصور طبيعي، في اجا بنتين سألوني من وين انت، قلت لهم من الأردن، فاجا زلمة بهدلهم طردهم وقال لي وين تصريحك، اعطيته ورق معي تصريح، فقال لي صور بس لا تحكي مع حدا. طبعا قصده لا تحكي مع بنت، ممنوع تحكي مع بنت. يا إلهي. الشباب هدول مسموح أحكي معهم. السلام عليكم. شايف ما حدا إجا. السلام عليكم. أما تحكي مع بنت في حدا مسؤول من أتوقع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنع التفاعل والكلام ما بين الرجال والنساء. بعد كل هالضجة والفوضى حان الوقت أني أروح على مكان شوي أهدى، أروح على حديقة. How much? 115. اوكي. وهالمسجد اللي كنا عنده لانه يتبع للشيعة صار عليه هجوم تفجير من داعش في سنة 2018، قتلوا كانه 60 شخص. It's not belong to international thing before. Okay. One ticket. Yes.
كأني رحت على مكان تاني. سامعين صوت الهدوء؟ بس صوت الأذان سامع. باغ بابور أو حديقة بابور هي حديقة تأسست بداية القرن السادس عشر لإمبراطور مغولي اسمه بابور، عمل واحة في وسط مدينة كابول. يا سلام، أنا هلأ شايف هناك في مش عارف شو نوع هذا الطير، من هدول أبو الغالي، عرفتوهم؟ الإمبراطور بابور قد ما حب هاي الحديقة طلب أنه يندفن فيها. مدفنه فعلا موجود اليوم فيها، على آخر طابق من الطوابق اللي عم نطلع فيها، هي جاي كلها درج. هذا المكان اسمه مسجد شاه جهان. شاه جهان هو اللي بنى تاج محل في الهند، كان جاي على هاي المنطقة فبنوا له إياه تكريما لإله. في هالحديقة فعلا بتحس إنك طلعت من كابول ووصلت مكان تاني. الهدوء بعد الفوضى اللي كنا فيها عجيب. أكثر إشي اليوم منتقد في حكومة طالبان في أفغانستان هو معاملة المرأة وحقوق المرأة. زي ما بنعرف في تضييق كتير كبير على تعليم النساء، على حقوق النساء. واحدة من الشغلات اللي صار اليوم إنه النساء المحليات ما بيقدروا يجوا على الحدائق زي هاي اللي أنا اليوم موجود فيها. فأنا هلأ جاي على هاي الحديقة، لكن لو أنت بنت أفغانية ما رح تقدر تيجي هون. وأحياناً بسمحوا في بعض الحدائق دخول الفتيات، لكن لما يكون معها محرم. المشهد من هون على المدينة والجبل عجيب فعلاً، جمال مش موجود في مناطق أخرى. السلام عليكم. سلام ورحمة الله. وحسب تبريرات الحكومة ليش منعين البنات إنه يدخلوا، بقولوا السبب إنه كان في بنات بدخلوا الحديقة بدون حجاب، فراحوا قالوا لهم بدكم تدخلوا الحديقة بدون حجاب، ماشي كلكم ممنوع تدخلوا الحديقة، فمنعوا جميع النساء يدخلوا الحديقة، لكن البنات الأجانب مسموح يدخلوا. المهم لا تخلوا الإعلام يرسم صورتكم عن أفغانستان. طلعوا على هذا المنظر، الحدائق، الجمال، وتذكروا أفغانستان بهاي الصورة. وصل المساء وأنا هلأ ميت جوع، فبدي أكل إشي أفغاني. جيت على مطعم أوزبكي لكن حناكل عنده البولاو القابولي. أنا والله جوعان. يلا طبعاً لو إجينا وقت الظهر هذا بكون فيش مساحة تقعد، أنا شفته قبل هالمرة. عزموني أدخل على المطبخ نشوف كيف بطبخوا. الزبيب وهذا الباقي الجزر الزبيب تحت. ايش مكونات القابلي بلاو؟ المكونات من زيت سمسم الخالص، زيت السمسم. زيت السمسم هذا الزيت، زيت السمسم كل مكان بيعمله بزيت السمسم؟ لا مو كل مكان زيت السمسم. اي زيت السمسم سمسم بس هون هذا المطعم اللي اعرف انا شخصيا. اجي دائما اتعشى اتغدى اتعشى في هذا المطعم، ولحمه لحم طازه يذبحوه هم. يذبحوه يوميا. اوه يا سلام، شوف الزيت السمسم كيف. هذا المي اللي بتنطبخ فيها اللحمة مع بهارات تتقدم للناس اللي بيجوا هون قبل ما ينزل الصحن. هذا القابلي. هذا القابلي بالعافية عليك. على قلبك يا رب. على قلبك. أكلة تستاهل تيجي أفغانستان عشان تأكلها. الأكلة هاي فيها الزبيب، ما بعرف صراحة شو سره، أنا بالعادة ما بحبه لكن هون عن جد طعمه مميز، بالإضافة لللحم، لحم غنم، وبالإضافة للجزر، مطبوخ بزيت السمسم، وبالهناء والشفاء. يا السلام يا السلام. كثير هيك يا عنابي. سلام. هلا هو الاكل بالعاده بالايد بس عشان اعرف اصور. يلا سيب الملعقه اضرب بالخمسه. تعرف الخمسه؟ اضرب.
اضرب بالخمسه زي كذا بسم الله ها بالخمسه ما ينفع ملاعق بسم الله من اول يا اخي من اول اقول لك بالخمسه ما تشبع الا بالخمسه خلاص هيك بنام الليله وانا مبسوط محل اسمه انت خوي اوزبك بلاو ريستورانت اذا اجيتوا تعالوا عليه وتخيلوا انه كل الاكل هذا الصحن كله مع الكباب مع الشرب مع طلع تقريبا بخمسة دولار محمد محمد دنيا خان دنيا خان نايس تو ميت يو طالبان انت شايفين السيارات اللي تزينت الصبح في شارع الورود هذا اللي بصير فيها صباح الخير بعد كل الفوضى اللي عشناها امبارح اليوم راح اطلع على مدينة تانية قريبة تقريبا من كابول خمس ساعات بسيطة هناك حنشوف شوي من طبيعة افغانستان وحنشوف منطقة تاريخية مهمة في افغانستان وبس والله